بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. قبل ما نتكلم عن حلقتنا النهارده اللي هيكون فيها اخبار مهمه جدا عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله في عندنا مباريات ونتائج مهمه جدا واهداف حلوه جدا اتلعبت خلال الاسبوع اللي فات. قبل ما نروح لاخبار الناشئين في الصحف والمواقع، لازم نبتدي حلقتنا النهارده والحديث عن منتخب مصر. منتخب مصر اللي كل العيون المصريه، كل جماهير الكره المصريه هتكون بتتابع مباراة مهمة، مباراة مصر والسنغال يوم الجمعة القادم. كل الناس يوم الجمعة، كل الناس وكل جماهير مصر بتقول يا رب يا رب المكسب والفوز والتوفيق إن شاء الله لاعبتنا والجهاز الفني في مباراة مهمة جدا ومباراة مصرية. دائما وأبدا مباريات مصر والسنغال مباريات كبيرة، مباريات فيها ندية. شفنا آخر لقاء في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون كانت مباراة مهمة ومباراة صعبة جدا. مباراة يوم الجمعة القادم، وإحنا لما بنتكلم عن المباراة القادمة ما بنتكلمش عن مباراة واحدة بس، لا ده إحنا بنتكلم عن الشوط الأول. الشوط الأول هيتلعب في استاد القاهرة، وعندنا شوط تاني هيكون في السنغال. مهم جدا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في بداية المباراة، بعد كده توفيق الجهاز الفني مستر كيروش اللي هيحط التشكيلة بتاعته. ومن هنا بقول لمستر كيروش حاول يكون الأمور سهلة في المباراة، بمعنى أول مباراة في كأس الأمم الأفريقية السابقة كانت أمام نيجيريا، شفنا لعيبة كانت في أماكن مختلفة وفي مراكز مختلفة. ما ينفعش المباراة دي إن أنا أجازف بأي أفكار جديدة، لازم الأفكار اللي أنت لعبت بيها بعد كده كأس الأمم الأفريقية وكان فيها التوفيق وفيها شكل منتخب مصر الأفضل. أنت النهاردة بقالك فترة مع منتخب مصر كبيرة، علشان كده حفظت إمكانيات اللعيبة، حفظت اللعيبة بشكل كبير، فالنهاردة لازم تحط كل لعيب في مكانه. دي بداية من مستر كيروش. اللعيبة دي مباراة مهمة، مباراة مصرية، ما ينفعش إن أنا النهاردة أوفر جهد ولا نقطة عرق. لازم من أول دقيقة، لازم من أول دقيقة كل لعيب يبذل أقصى حاجة عنده. وزي ما بقول ده شوط أول، لسه عندنا شوط تاني. عندنا جماهير مصر اللي هتكون مالية إن شاء الله استاد القاهرة بشكل كبير جدا، جماهير مصر اللي هتكون داعمة ومساندة للمنتخب بشكل كبير. جماهير مصر اللي دايما بنشوفها في استاد القاهرة هي اللاعب رقم واحد. دايما بنراهن على جمهور أو جماهير مصر اللي هتكون موجودة في مباراة مصر والسنغال. دايما جمهور مصر ليه دور فعال كبير جدا في المباريات المصرية والحاسمة. كل التوفيق لجنود منتخب مصر، كل التوفيق للاعبي الأهلي والزمالك، الإسماعيلي وإنبي، للمحترفين، المقاولين، كل اللعيبة. النهاردة لما بنتكلم عن مباراة مصر والسنغال ما ينفعش إن احنا نقول فيها ألوان أحمر ولا أبيض ولا أصفر ولا أخضر، بنقول عالم مصر. عالم مصر في اليوم ده اللي كل جماهير الكرة المصرية بتدعم منتخب مصر. واحنا النهاردة الثلاثة نشوف الثلاث أربع خميس جمعة كل الإعلام الرياضي، كل الصحافة الرياضية الدعم والمساندة لمنتخبنا القومي اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في هذه المباراة المهمة. لقدر الله، ممكن لقدر الله يخش فينا هدف في المباراة. النهاردة الثبات الانفعالي، النهاردة التحضير النفسي. مستر كيروش لازم احفظ اللعيبه بتاعتي. اي سيناريو بيحصل، طبعا لو احرزنا هدف في بدايه المباراه تقدر المعنويات ترتفع، الجمهور، المؤازره، المسانده، تقدر تحرز هدف تاني. احرزنا هدف تاني ندور على التالت. اهم حاجه في المباراه زي دي ما يدخلش فينا اهداف. دي النقطه المهمه جدا اللي لازم مستر كيروش والجهاز الفني ولاعيبه منتخب مصر يكون عاملين لها مليون الف حساب. المباريات اللي زي دي ما ينفعش يدخل فينا اهداف، حتى لو المباراه خرجت في القاهره 0-0. طبعا لو خرجنا بمكسب ده شيء عظيم ان احنا نبني عليه المباراه الثانيه، لكن رقم واحد عندي ان انا ما يدخلش فيا اهداف. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو السنغال لا قدر الله احرزت فينا هدف، هنا الثبات الانفعالي، هنا لازم اللعيبة تفوق نفسها، لازم أكون محضر نفسي لأي سيناريو بيكون موجود في المباراة. ما ينفعش إن أنا استسلم علشان عندي شوط تاني، عندي مباراة تانية في السنغال، ممكن
اقدر احرز فيها اهداف وارجع تاني. وان شاء الله لعيبه مصر بالخبرات اللي عندنا، محمد صلاح وتريزيجيه والشناوي والسوليه، كل لعيب وزيزو، يعني كل اللعيبه زي ما احنا بنقول اهلي وزمالك واسماعيلي ومحترفين ومقاولين وانبي وكل انديه مصر، علم مصر هو اللي هيكون مرفرف في استاد القاهره، علم مصر هو اللي جماهير الكره المصريه اللي هتكون شايلاه في المدرجات. علشان كده لما بنتكلم عن مباراه مصر والسنغال بنقول يا رب كل التوفيق لمنتخبنا القومي ولاعيبه منتخب مصر ومستر كيروش في التشكيله اللي هيحطها، وان شاء الله كل التوفيق للاعبي منتخب مصر. زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الكتيبه اللي هتمثل منتخب مصر امام السنغال: حراسه المرمى محمد الشناوي وابو جبل وصبحي، خط الدفاع عمر كمال وعمر جابر، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، حمد الونش، محمود علاء، ايمن اشرف، احمد فتوح، خط الوسط حمدي فتحي، نبيل دونجا، عمرو السوليه، امام عاشور، النني، محمد مجدي، قفشه اللي بنقول له الحمد لله على السلامه قفشه، ومن العناصر المهمه جدا اللي في منتخب مصر اللي غايب بقاله فتره وان شاء الله يكون اضافه قويه، وهو اضافه بالفعل قويه. في خط الهجوم محمد صلاح، احمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه. هي دي الكتيبه اللي هتمثل منتخب مصر في الماتشين امام السنغال. عايزين الروح اللي احنا شفناها في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. عايز اشوف الشناوي وهو بيلعب وهو متالق، ومحمد ابو جبل من بره بيسنده وبيدعمه، ولما الشناوي بيتصاب بشوف ابو جبل بيلعب نفس دور الشناوي. هي دي الروح اللي انا عايز اشوفها. عايز اشوف حمدي فتحي مع النني، عايز اشوف الناس اللي قاعده بره قلبها على الناس اللي في الملعب، الجهاز الفني، الالتفاف والحب، هو ده ان شاء الله اللي هيجيب المكسب مع دعوات المصريين اللي كلها ان شاء الله يوم الجمعه كلها تقول يا رب. نروح ل طيب معانا على التليفون، طيب هيكون معانا دلوقتي تليفون مهم هنتكلم اكتر بالتفاصيل الفنيه عن منتخبنا ان شاء الله اللي هيواجه منتخب قوي امام السنغال. كل الناس الفتره دي مش هتتكلم كيروش خد مين وما خدش مين، خلاص الفتره عدينا، فتره الثلاث ايام هي فتره المسانده والدعم للتشكيله اللي هتلعب ايا كانت مين الاسماء. نروح دلوقتي معانا على التليفون نجم نادي الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر النجم الكبير الكابتن طارق مصطفى. تحياتي ليك يا كابتن طارق. تحياتي ليك يا أست، وتحياتي لكل مشاهدينك. بتجيب اجوان ولا بطلت خلاص؟ لا ما تقلقش عليا، لسه فورمه، لو لعبت يوم الجمعه من السنغال ما تقلقش ممكن اجيب اجوان. دايما يا سامع. ربنا يخليك، منورنا على قناه الاهلي يا كابتن طارق. حضرتك طبعا يعني عندنا مباراه مصر والسنغال، مباراه صعبه، مباراه مهمه، شايف المواجهه ازاي؟ بص خلينا نتفق، طبعا مواجهه صعبه، مباراتين اعتقد في تخيلي من فتره كبيره جدا ما لعبتش مباريات بالمستوى ده. منتخب السنغال فريق قوي، كل لعبته بيلعبوا في اوروبا، بيلعبوا بشكل اساسي وفي انديه كبيره جدا. ولكن برضو انا دايما هقولها، وانا كنت واحد من اللي موجودين كلاعب في منتخب مصر وفي نفس الوقت كمدرب في منتخب مصر، كل المنتخبات في افريقيا بيعملوا مليون حساب لمنتخب مصر حتى وهو في اسوء حالته. فانا بشوف ان لا، المباراه تبقى قويه جدا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يكون محالف الجهاز الفني واللعيبه كمان، وتكون المباراه ان شاء الله ان شاء الله نطلع كسبانين ان شاء الله 3 نقاط باذن الله، ومن غير اصابات ومن غير اجهاد كمان بالنسبه للعيبه عشان نوصل كاس العالم. حلمنا كلنا اللي احنا دايما الحمد لله بنتشرف في وجود مصر في كاس العالم ان شاء الله. لو كابتن طارق مصطفى مكان كيروش، المباراه دي نلعب بثلاثه في نص الملعب ولا نلعب باثنين وقدامهم واحد ونرجع للطريقه بتاعتنا 4-2-3-1، ايا من الطرق 4-3-3 ولا 4-2-3-1 اللي تخدم منتخب مصر في هذا اللقاء؟ بص خلينا اقول يا سامه برضو عشان الناس تبقى عارفه، هي الطريقه بتبقى دايما على الورق بس، 4-3-3 4-2-3-1، هو تنفيذها في الملعب هو اللي بيخليك تعرف انت بتلعب ايه. يعني لما تلعب 4-3-3
والاثنين رقم 8 بيزيدوا من قلب الملعب، بتقلب الطريقه اوريدي بتبقى 4 1 4 1. فهو مين اللي ينفذ دي؟ مين اللي يعمل دي؟ مين اللي يعمل الدور ده؟ بالظبط كده. فانا اللعيبه وكمان هو نوعيه اللعيبه في تشكيله، يعني انا هو التشكيل خلي بالك بتاع المنتخب ثابت ما فيهوش تغييرات كتيره جدا جدا. الفتره دي تحديدا بالذات مع كروس. ليه؟ لان الاصابات واللعيبه ما كانتش موجوده قبل كده، واللعيبه اللي هو ضمها هو تشكيل المنتخب بنسبه 99% ثابت، ما اعتقدش التغيير ممكن يبقى في واحد بس مثلا من وجهه نظره. ولكن عايز تقول 4 3 3 لازم الثلاثه بتوع نص الملعب اللي احنا شفناهم مع مستر كروش في كل الماتشات اللي هو لعبها في بطوله افريقيا. انا بقول من وجهه نظري الشخصيه لازم يبقى في لعيب هنا مختلف الكواليتي بتاعه شويه. لازم واحد عنده التكمله الهجوميه. انا من وجهه نظري يعني عشان انت بتلعب على ملعبك وفي نفس الوقت انت الاثنين اللي ممكن يعملوا لك الجزئيه ديت او الثلاثه اللي ممكن يعملوا لك الجزئيه ديت لو اخترت واحد فيهم لعب الدور ده اعتقد هتبقى في التلت الاخير للمنتخب السنغالي هتبقى عندك كثافه عدديه في ال 18 عند السنغال. انا اشوف بصراحه يعني كل الناس حتى لما بتيجي تتكلم بتقول ماني ماني هو ماني لعيب كبير جدا 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 عندهم عناصر ثانيه مهمه برضه لعيب. انا بشوف اسامه من وجهه نظري انا كطارق مصطفى يعني كمدرب يعني انا اشوف ان ساس الباك الشمال هو مفتاح لعب منتخب السنغال حقيقه. اشوف ان لعيب قوي جدا جدا جدا، لعيب ما بيترقصش بسهوله، لعيب سريع، لعيب بيهاجم وبيدافع وهو اللي بيعمل الزياده العدديه دايما. عشان كده بتبقى الرجعه بالنسبه لصلاح فيها مشكله. مستر كروش ما اعتقدش ان هو في المباراه اللي لعبناها مع السنغال هو دخل صلاح جوه وخلى مصطفى محمد ناحيه اليمين هو اللي يعمل الدور ده شويه. وبعدين دخله تاني وبعدين نزل زيزو لعب يعني انا من وجهه نظري عشان كده بقول لك يفرق كتير جدا جدا في اختياره للجزئيه دي عشان توقف الجنب ده اللي هو الجنب اللي هم المميز عندهم وفي نفس الوقت ان انت تستغله في الناحيه الهجوميه. طب ازاي يا كابتن طارق نلعب المباراه الاولى هنا في مصر خاصه زي ما حضرتك بتقول احنا مش مباراه واحده ده احنا شوطين، شوط في مصر والشوط الثاني في السنغال. بدايتنا هنا في المباراه ننزل ضغط عالي ولا نسيب الكره للسنغال ونلعب على المساحات اللي هتكون في ظهر السنغال خاصه علشان ما نجازش في يعني ما بقاش في مجازفه في الهجوم ممكن نتلط بهدف. طيب ما هو انت عشان كده انا بقول لك اللعيب اللي هتختاره في نص الملعب هو ده هيبقى محور الاداء. تمام. عشان تخلي صلاح ناحيه هجوميه بشكل كبير جدا عشان لما يزيد الباك الشمال تبقى انت ايه مرحل مثلا لو بتلعب زيزو في المكان ده فبترحل مع عمر كمال عبد الواحد فانت قفلت الجنب دوت وتستغل الحته دي بقى ان انت تقطع تلعب مع صلاح في ظهر فاز. تمام. عايز اقول لك يا اسامه كمان في النقطه اللي انت بتقول عليها نقطه مهمه جدا. انا لازم اقسم المباراه. انا عندي مباراتين. ايوه. انا لازم اقسم المباراه الاولى حقيقة. ان انا هستغل جمهوري. تمام. في اول ربع ساعه واستغل الروح اللي موجوده عند اللعيبه واضغط ضغط عالي. لو ربنا كرمني وجبت جون. ايوه. لازم ده يتقال للعيبه وتبقى اللعيبه محضره ويبقوا عارفين كمان. عشان الاجواء دي انت عارف اللعيب بيبقى في الملعب ما بيبقاش سامع الجهاز الفني بشكل كويس. لو انا بتسالني عن رايي انا اضغط اول ربع ساعه اضغط ضغط عالي جدا من قدام خاصه الاثنين اللي في القلب عندهم اطوال وبيلعبوا بدماغهم عالي جدا ولكن مع المرونه عندهم تحت اعتقد ان بتبقى صعبه شويه مع سرعه صلاح مع تحركات مصطفى مع زياده زيزو ممكن يعملوا خطوره طبعا يعني بالظبط كده. طيب. انا اشوف ان احنا اول ربع ساعه لازم نضغط وبعد كده نرجع تلقين ملعب تقفل عشان تشتغل على المساحات كويس يعني لو ربنا كرمك وجبت جون ممكن تجيب الثاني وتاخد المباراه. طيب. ان شاء الله يعني من وجهه نظر الكابتن طارق مصطفى ايه التشكيل الامثل اللي يبتدي بيه كروش في هذه المباراه؟ قول لنا من بدايه حراسه المرمى. طيب بص انا برضو في نقطه مهمه جدا هنا عشان نص الملعب برضو قول لي انا حراسه المرمى الشناوي ماشي عمر كمال عبد الواحد ابو الفتوح باك رايت باك رايت والوينش ومحمد عبد المنعم نيم مساكين وفتوح ماشي ناحيه الشمال وفي نص الملعب انا هنا بقول لك في نقطه هو لازم يبقى عامل حسابها لو انا عايز ابدا بزيزو بس عايز ابدا بزيزو يبقى زيزو النني السوليه او زيزو حمدي فتحي السوليه انا المهم السوليه موجود اساسي انا ما عنديش مشكله بقى في النني او حمدي فتحي قول لنا ثلاثه يا كابتن طارق انا اقول لك الماتش اللي على ملعبي عشان اخد الاستحواذ العب بالنني وزيزو والسوليه
قدام قدام محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. ومين؟ تريزيجيه. تريزيجيه. يعني ما تبتديش بمرموش، تبتدي الافضل بتريزيجيه خالص. عارف ليه؟ ليه؟ لان تريزيجيه مع صلاح في الفتره اللي لعبوها في امم افريقيا وقبل كده كمان في تفاهم بشكل كبير جدا، وانا كنت موجود مع المنتخب وعارف ان صلاح مع تريزيجيه بيبقى في تفاهم غير عادي، في حب كمان، تمام. حب في الملعب ما بينهم وبين بعضهم بشكل كبير جدا. تريزيجيه خبره كبيره جدا، تريزيجيه عنده باور ما شاء الله. الدوري التركي دوري قوي ودوري وبدأ يدخل فورمه اكتر كمان عن كاس الامم السابقه. طبعا طبعا جايب 3 4 اجوان وماشي بشكل كويس، وتريزيجيه كمان الجمهور هيبقى ما عندوش الرهبه دي، خاصه ان انا اللي قلقني انا كطارق مصطفى ان الجمهور يكون عامل سلبي مش ايجابي. دي نقطه مهمه، خلي بالك انا مش عايز تروح تشجع قبل الماتش ب3 4 ساعات وتيجي يوم ساعه المباراه تروح قاعد ساكت. لا انا اتوقع في المباراه دي التشجيع هيكون من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى لا قدر الله لو منتخب مصر دخل مرمى هدف الجماهير برضه هتفضل على نفس المستوى تشجيع طول 90 دقيقه. طبعا ده اللي اتعودنا عليه من جمهور مصر يا سلمى، يعني ده دايما احنا متعودين عليه، ودايما عشان كده بقول لك كل المنتخبات بدات معاه، كل المنتخبات بما فيهم منتخب السنغال بيعمل مليون حساب لمنتخب مصر. تمام. كابتن طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر، بنشكرك شكرا جزيلا. زي ما قال الكابتن طارق يعني هو ده من وجهه نظره التشكيل الامثل اللي ممكن يبتدي بيه كروش، لكن زي ما احنا بنقول ايا كانت الاسماء وايا كان التشكيل كل الدعم وكل المسانده لمنتخبنا القومي في المهمه الصعبه. نروح بعد كده لخبرنا الثاني، هو كان خبر حزين. من هنا بنعزي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في وفاه زياد ايهاب. زياد ايهاب كان من الحراس المرمى المميزين في فريق 2003، وياما هنا اتكلمنا عليه في برامج الاشبال على اخلاقه وعلى مستواه، يعني كان من الحاجات الجميله جدا الله يرحمه. شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ، شفنا كابتن خالد بيبو، وكان في زياره مهمه، ومن اول لحظه من الوفاه النادي الاهلي كله قدموا المسانده والدعم لوالده. زي ما احنا شايفين صورته، صوره زياد مع كابتن محمود الخطيب، وكان كابتن محمود الخطيب يعني حريص انه دايما يحضر تدريبات قطاع الناشئين، فدي احدى الصور يعني زياد الله يرحمه. وزي ما بقول لحضراتكم كان من الشخصيات الجميله، كان ولد هادي جدا في قطاع الناشئين، ما نسمعلوش صوت، ما نسمعلوش اي مشكله، كان حارس مرمى مميز، كان صاعد واعد، لكن ده قضاء الله وقدره. يعني من هنا بنعزي اسرته، بنعزي اهله، ربنا يرحمه يا رب وربنا يصبر اهله. وزي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي من اول لحظه كان واقف جنب اسرته. شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن خالد بيبو، وزاروا والده في البيت وقدموا له التعازي، وكان برضو موسيماني حريص انه يحضر، لكن ارتباطه بسفره في جنوب افريقيا يعني دل حال ان هو يكون موجود. كابتن محمود الخطيب ايضا يعني كان، وكابتن خالد بيبو وكابتن سيد عبد الحفيظ، كان حريص ان يكون في اتصال مع والد زياد الله يرحمه، وكابتن محمود الخطيب يعني عز والده وقال له كل نادي الاهلي ما بينساش ابنائه، واي حاجه محتاجينها النادي الاهلي في اي وقت تتصلوا بينا وتتصلوا بيا شخصيا، ده مش غريب على النادي الاهلي دايما مع ابنائه. نروح نشوف التقرير ده مع الاستاذ ايهاب واسره زياد الله يرحمه. زياد بدأ من هو لسه طفل صغير حوالي مثلا 6 7 سنين 8 سنين كده يلعب الكرة، طبعا ملاعب في الشارع وكده. بعدين بدأ بعد كده يروح مركز شباب عزبة النخل، هو جنبينا هنا في عزبة النخل. كان بيبدأ يروح في الأكاديمية هناك يلعب ولا جول؟ لا كان لعيب، كان بيلعب كرة، كان في الملعب بيلعب في الملعب. فبعدين بدأ بعد كده الكابتن بتاعه كلمني وقال لي زياد خلي بالك منه عشان هو ليه مستقبل وكده، وحاول توجيه اختبارات اي نادي من النوادي الكبيره. ففجاه فوجئت ان هو بيكلمني ويقول لي، وزياد بيكلمني بيقول لي ان انا هبقى هقف جون يا بابا. فانا كنت مستغرب، قلت له لا انت بتلعب كويس ما تقفش جون، خليك ايه لعيب احسن. فقال لي لا انا عايز اقف جون، قلت له خلاص براحتك اقف جون. فجي بقى الكابتن بتاعه اللي هو في حزبة النخل ده، الكابتن سونا، قال لي يا ريت ايه تاخده توديه النادي الاهلي او ام بي او المقاولين او كده.
طبعا انا بدات بنادي المقاولين، رحت قعد يعني حوالي مثلا شهر كده ولا حاجه بيتمرن هناك، وبعدين كانوا عايزين يمضوه عشان يعني يقيدوه عندهم في الفرقه وكده، هو مرضيش، قال لي لا انا مش عايز يعني امضي في المقاولين، مش عايز العب في المقاولين. قلت له عشان ليه؟ ليه طيب؟ ما المقاولين نادي كويس برضه. قال لي لا انا مش هلعب الا للاهلي بس، يعني انا مش هلعب كوره الا للاهلي بس. فطبعا لما ما رضيناش نمضي في المقاولين قاموا مشينا، قال له خلاص ما تجيش تاني وخلاص ما تجيش التمرين تاني، ومشينا من المقاولين. وبقى برضه رجع المركز شاب تاني يلعب فيه. وبعدين بعد كده بعديها بفتره برضه رحنا نادي انبي، واحد برضه الكابتن بتاعه خده وداه انبي هناك. في اول يوم رحنا فيه انبي، اول يوم راحوا بصوا عليه هناك قالوا له تعالى امضي، يعني فين اللي معاك؟ وكانوا عايزين يمضوه في نفس اليوم، كانت والدته هي اللي معاه في اليوم دون. وطبعا كلموني وكده، فانا قلت لهم ما انا ما عنديش مشكله، هو يلعب برضو انبي يعني نادي كويس وكده، والناشئين فيه طبعا يعني كويسين برضو وكده. فبرضو ما حصلش نصيب هناك ومرضيش، يعني ما برضو مرضيش، قال لك برضو الاهلي. وما حتى بعد كده قالوا له طب تعالى التمرين وخليك معانا، وهم كانوا برضو بصراحه وقفوا جنبه ان هم ما كانوش كانوا عايزينه يعني، وهو برضو صمم وقال لي انا مش هلعب الا للاهلي بس. ومشينا برضو من انبي، وما بقاش يروح حتى. قلت له طب نروح انبي حتى لو التمرين بس وكده، ما رضيش برضو، قال انا مش هلعب الا للاهلي بس. يعني ما ضغطتش عليه، لا ما انا هو كان حساس قوي يعني، زياد حساس بطريقه غريبه يعني، انا ممكن غصب عنه لا مش هيديني بقى، هو عايز، انا عايزه يلعب بمزاجه هو. ما ضغطناش عليه بقى، بس كنا ساعتها مثلا في شهر 4 في شهر 5، فكان داخل شهر 6 بدايه الاختبارات في الاهلي. هو برضو زياد يعني كان عاقل شويه، فكان بيقول لي بابا انا لسه بالنسبه لي الحلم كبير يعني، هو من زمان هو بيقول لي انا لسه الحلم كبير قدامي، وانا لسه قدامي تعب ولسه لغايه ما الحمد لله ربنا كرمه ودخل فرقه 2004، هو 2004 مش 2003 يعني، زياد 2004 وبيتصعد ل 2003، وكان هو بيلعب في فريق 2003 يعني. هو احنا اساسا اهلاويه، عشان احنا اهلاويه، وكان والدي الله يرحمه كان اهلاوي، والعيله كلها يعني كلها اهلاويه، وهو كان بيعشق الاهلي لدرجه ان هو كان ساعات وكان عنده 9 سنين كان بيروح التمرين بتاع الجزيره في التتش لوحده، او هو ومعاه واحد صاحبه كده صغير كده، كانوا بيروح مره ومره. كان في مشكله هناك ساعه ما كان في شماريخ وبتاع في التمرين، كان هو موجود في اليوم دوت هناك في وجه الساعه 1 بالليل، وكان يوم يعني. هو السنه اللي فاتت كان زياد يعني كان شارك بعد بدايه الموسم بشويه كده، فطبعا عمل مطوشه جامده جدا، كان في وجود طبعا الكابتن خالد بيبو. طبعا انا يعني كانت القصه بالنسبه لي كبيره، فانا كنت ببقى يعني مش مصدق والله بامانه ربنا، بس قدر الله ما شاء. فكنا بنقعد نستنى طبعا برنامج الاشبال مع كابتن اسامه حسني، لان هو كانت الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نتفرج فيها على زيزو في الملعب يعني، لان هو ما كانش اما مثلا كانت قناه الاهلي بتسجل وبتذيع المطوشه، بس ممكن ما نعرفش نشوفها، هي ما لهاش مواعيد انها تذاع امتى يعني. فطبعا كان في بعض مطوشه كده زياد كان بيبقى متالق فيها يعني، فكان الكابتن اسامه حسني بيتكلم عليه كويس يعني. اكتر حاجه بتفرحنا هو لما كان حد بيتكلم على زياد كويس يعني. ربنا يرحمك يا زياد ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لفقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، ونبتديها مع الاخبار السعيده مع منتخبنا الوطني للناشئين اللي بيفوز ببطوله شمال افريقيا، وبالمناسبه اول مره منتخب مصر يفوز بهذه البطوله. البطوله اللي شارك فيها منتخب مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس. منتخب مصر للناشئين فاز في المباراه الاولى على تونس بثلاثه اهداف مقابل هدفين، والمباراة الثانية فزنا على ليبيا برباعية مقابل لا شيء، والمباراة الثالثة فزنا على المغرب بهدف دون رد، وفي المباراة النهائية فزنا على الجزائر 1-0 عن طريق اللاعب إبراهيم عادل. دي معانا بعض اللقطات والصور في البطولة. بطولة قوية، احتكاك قوي. الجيل ده جيل إن شاء الله هنشوفه في يوم من الأيام معظم لعبته هتمثل منتخب مصر الأول. عندنا مواهب كبيرة جدا في 2006، عندنا مدرب محترم احنا راهنا عليه هنا من اول يوم. اعلن في اتحاد الكره عن تعيين الكابتن محمد وهبه مدير فني لمنتخب الناشئين. قلت هنا مدرب عنده خبرات كبيره جدا، اشتغل في الخليج، اشتغل في النادي الاهلي فترات كبيره، السن ده دارس
فيه كويس ويعرف ازاي يعامل اللعيبه نفسيا. عندنا لاعبو الاهلي في منتخب مصر 2006 زي ما احنا شايفين قدامنا عمر كامل ده حارس مرمى، احمد عبدين ده مدافع من اللعيبه الصاعده الواعده بيشبهوه بدر بنون في قطاع الناشئين النادي الاهلي، عندنا يوسف اسلام خط وسط مدافع، عندنا هشام مصطفى ده من اللعيبه برضو المفاجاه بالنسبه لي انا وفي البطوله وحاجه حلوه جدا منوره هشام مصطفى صانع العاب، عندنا التوأم حسام وابراهيم، حسام عادل المهاجم وفي البطوله دي مفاجاه بقى كابتن محمد وهبه بيلعبه خط وسط مدافع وبيجيد في كذا مركز، عندنا ابراهيم عادل بيلعب خط وسط والكابتن محمد وهبه لاعبه باك رايت والاثنين دول ان شاء الله هنشوفهم حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وعندنا يعني لقبه الجديد مو عمر سيد معوض، ده اللقب الجديد مو جناح مهاجم ما شاء الله، برضو عمر سيد معوض في البطوله دي كان متالق بشكل كبير جدا زي ما احنا شفنا دول لاعبتنا اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر الناشئين اللي بنبارك لهم على البطوله وعلى الاداء. نروح بقى لكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخبنا الوطني الناشئين، في البدايه منور قناه الاهلي يا كابتن وهبه والف مليون مبروك على البطوله. حبيبي يا كابتن ربنا يعزك يا رب، ومبروك ليكم ومبروك لاولادكم ومبروك لمصر بيت الاولاد يا رب. بطوله صعبه لكن لعيبه منتخب مصر كانت على قد المسؤوليه وما شاء الله استفاده كبيره جدا، تحقيق اللقب واستفاده فنيه كبيره للاعبي منتخب مصر الناشئين. والله يا كابتن هو بفضل الله بفضل الله الموضوع اكبر منه 11 وملعب ومباراه. حقيقة. انا ابعادي في المنطقه دي دلوقتي واحنا بنحضر ان احنا عايزين الولاد ولاعبتنا يبقى عندهم عقليه الفوز وعندهم ثقه ان هم يقدروا وعندهم قدرات، وفي نفس الوقت الجميل في الموضوع ان احنا واحنا بنلعب كان عندنا فكره بنطبقها وهم بيحققوها. فما كانش مجرد ان احنا عايزين نلعب مباراه ونخرج منها وبعدين نلعب المباراه الثانيه بشكل مختلف او باداء مختلف او باسلوب مختلف، لا احنا متفقين مع بعض واتكلمنا لان احنا في بيننا حوار بيننا واللعيبة بعضها عشان تفهم الهدف ايه، ان احنا عندنا ثوابت في الدي ان ايه بتاع المنتخب، المنتخب عايزين يبقى ليه بصمه يبقى ليه وضوح في الاهداف وفي الرؤيه وفي اللعب، وانا بفضل الله بفضل الله اكتر حاجه اساعدتني بره النتائج طبعا ان هم بينفذوا حاجه عندهم حاجه بيبصرين يعملوها، عندهم روح مصممين يعملوها ان هو يطلعوا مكسبانين، ادائهم جوه البطوله فيه كتير من الابداع، يعني مثلا الجول بتاع المغرب احنا عاملين 30 في 30 ثانيه 16 تمريره من اول عبدين لغايه لما جبنا الجول عند محسن. ففضل الله دي كلها حاجات تعتبر يعني ان شاء الله ايجابيه في الطريق السليم باذن الله. اكبر استفاده من البطوله دي يا كابتن خاصه انت بتلاعب اقوى المنتخبات، لان النهارده بتقابل تونس المغرب الجزائر، البطوله خارج ملعبك، النهارده بتكسب الجزائر في ملعبه، الضغط كمان عدد المباريات في الوقت الضيق ده برضو استفاده مهمه جدا للعيبه. قد ايه كابتن محمد وهبه وانا كنت بكلمك والولاد يعني اعداد بدني في المعسكرات السابقه رغم ضيق الوقت كمان يا كابتن وهبه؟ هو خلينا نستعرض المنطقه دي بوضوح اكتر. المنتخب المغرب جوه منتجع المنتخبات او كومبلكس اللي هي اداره المنتخبات اللي عندهم بصفه دائمه مقيم. وده اللي وصلني واحنا في الدوره هناك ان هم عندهم اعداد بقى لهم فتره طويله ومجمعين بقى لهم فتره طويله ومشروع معمول لهم وعندهم تقريبا فندق او مكان اقامه كامله على طول موجودين فيه. احنا تجمعنا كان عباره عن معسكر قبل دبي بخمس ايام ومعسكر قبل الجزائر بخمس ايام. فضل الله يعتبر اللي حصل او الاولاد عملوه انجاز طبعا في الفتره الضيقه ده بالظبط كده. ولكن عشان كده انا اتكلمت حتى مع الاولاد ان جاء الاستاذ جمال علام عمل اجتماع مع الاولاد والدكتور ايهاب وكانوا يعني بيشكروهم على الاداء، وانا بعد ما خلصنا اتكلمت مع الاولاد احنا عايزين نحط رجلينا على الارض، احنا لسه مشوارنا طويل. لان انا كان فاكر عندي تجربه في النادي الاهلي كان موجود فيها الكابتن صالح سليم رحمه الله، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، والكابتن خطيب وكابتن طارق وكابتن محمد رمضان، فاحنا قعدنا سنتين نشتغل
بدون ما حد يعرف عننا حاجه. سنتين. وبعد كده اعلنوا عن المشروع. انا برضك نفس النقطه دي في دماغي، ان الولاد دولت في مرحله تكوين، مش حاجه تضايقهم ومش عايز حاجه توديهم في حاجه مش واقعيه، عايزهم على ارض الواقع، مشوارهم لسه طويل. حقيقي. فانا مهتم جدا لابني في الشخصيه ويبقى عندهم استابيليتي، عشان كده انا كنت فرحان ان بعد الماتش المكسب نروح نعمل ريكفري ونقعد نركز ونعمل محاضرتنا بالليل، تاني يوم بيتمرنوا وبيحطوا الهدف الجديد هم. حلو. ودي حاجه جميله جدا، انا كنت بصطاني بره الكوره ان هم واحنا في المحاضره مركزين لبكره هيعملوا ايه، خلاص بتاع امبارح ده خلص. والسن ده حاجه جيده جدا. فيا رب يا رب المشروع يكمل، لان انا شايفه مشروع، يا رب انه يكمل، وان شاء الله بدعم الجميع باذن الله يوصلوا لمرحله كويسه. ان شاء الله المشروع يكمل. فرصه بقى والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد موجود معاك هناك، والاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس الاداره، ظبطوا الولاد مكافئات بعد الفوز والفرحه الحلوه دي ولا ايه؟ والله انا مش بنبنى بالمقاطعه خالص. خلاص ولادنا الحمد لله اخلاقيا كويسين وممتازين، ومعظمهم كان هدفهم من الاول ان هم يساعدوا الناس، لان هم اتكلموا معايا قالوا لي احنا بنمثل 100 مليون مصري. احنا مجموعه واجهه، والولاد في السن ده لما يكون عندها شويه تركيز تقضي حاجه رف وحاجه كويسه جدا. وانا كنت مبسوط من حاجه قلت لك قبل كده، ان انتوا ذاتوا كم مباراه للولاد، فدي كانت تحضير بردك سيكولوجي جامد جدا، ان الولاد اتعودوا اتعودوا على الاجواء دي، تتبع لهم مباريات وتعمل معاهم لقاءات وان يبقى في متابعه تلفزيونيه ويتفرجوا على نفسهم بالليل. يعني هي الموضوع مكتمل من وجهه نظري انا، مش موضوع كوره. واحنا دايما في ظهر منتخب مصر، اي حاجه تطلب مننا هنا في الاشبال وعلى قناه الاهلي دايما مساندين لمنتخبنا. أنا عايز الوطني للناشئين. عايز اشكر الكابتن خالد بيبو، لان احنا قبل ما نروح الجزائر طلبنا ان احنا نتمرن على ملاعب النادي الاهلي ترتان. عشان هناك البطوله على ملاعب ترتان. على ملاعب ترتان استفتفونا، والكابتن خالد كان معانا يوميا في الملعب وساعدونا في كل ما هو مطلوب واكثر ما هو مطلوب للامانه. فانا بشكره جدا، بشكر جميع الناس اللي ساعدونا في النادي، ودي حاجه تحق لازم يقال يعني. وده مش غريب على النادي الاهلي مع دوره مع كل المنتخبات. كابتن وهبه، الفتره اللي جايه بتخطط لها ازاي؟ خاصه النهارده انت ماتشين الامارات ما شاء الله على ولادنا، بطوله شمال افريقيا ما شاء الله. الفتره الجايه ايه المباريات اللي انت بتخطط ليها للولاد اللي ممكن يكونوا يعني يشاركوا فيها ويكتسبوا خبرات اكتر؟ ده موضوع كويس جدا سؤال حضرتك، لان احنا برضك عايزين نبص على الموضوع بصوره اكمل واشمل. ايوه. احنا خلصنا محطه، وانا كان حصل اجتماع قبل ما نروح البطوله مع الكابتن حازم والكابتن بركات. فانا كان هدفي في البطوله قبل ما اروح، يعني الاول قبل ما اروح دبي كانت عرضت عليا شمال افريقيا، قلت لا انا عايز افكر، مش هروح شمال افريقيا وانا مش مستعد كويس. مش عشان خاطر انا عاوز العب وخلاص، لا ما تبقاش اول مشاركه هناك على طول، لازم يعني الرهبه الدوليه دي حتى ياخدوها في مباراه الامارات حتى. انا في حاجه مهمه جدا، ان السن ده المفروض يلعب للمنافسه، سن 16 سنه بلي تو كومبيت، يعني المفروض ان تلعب عشان تنافس. ما ينفعش تلعب عشان تجرب وتختبر حد في السن ده، لان بعد كده هتبقى معاك بدايات مش جيده في الذاكره بتاعتك. فضروري جدا واحنا رايحين مكان نروح باهداف وبقوه مقبوله ومعقوله تقدر توصلنا لحاجات نبني عليها. فاحنا الحمد لله ده تحقق. اللي جاي منطقه ثانيه خالص، المفروض ان احنا، حتى انا اتكلمت مع الولاد وقلت لهم احنا عملنا حاجه عشان ننزل نلاعب الفرق دي ثاني، بقينا احنا الاثنين عارفين بعض كويس، عشان نبقى ليدر في الملعب ونبقى ابر هاند عليهم، لازم الكواليتي بتاعتنا تتطور. ولازم بدنيا نتطور، ولازم عقليتنا تتطور. فاحنا ان شاء الله عندنا رمضان باذن واحد احد، كل سنه وحضراتكم طيبين، يوم 2/4 باذن الله. العيد يوم 2/5، الامتحانات يوم 7/5، الامتحانات تخلص 27/5، 28/5، يوم 1/6، 29/5 مبدا تاريخ من الاثنين حسب البرنامج. هنبدا نعمل اعداد جديد شامل. حلو قوي. الاعداد ده هيبقى اعداد مكتمل، لكنه عدد فريق بيبدا اعداد طبيعي جدا، لان احنا ما عملناش ده قبل كده. وفي نفس الوقت هنبدا نعمل معسكرات متدرجه في القوه، مع مباريات متدرجه في القوه بمختلف المدارس، سواء اوروبيه او افريقيه في الغرب. مع مستويات ثانيه بقدرات ثانيه، عشان نقدر نقيس نفسنا ونطور من امكانياتنا باذن الله. ان شاء الله.
كل التوفيق ليك كابتن محمد وجهازك الفني واللعيبه خلال الفتره اللي جايه. بنشكر الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخبنا الوطني الناشئين، شكرا جزيلا. نروح للخبر الثاني بعد كده مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واهلي 2007 اللي بيفوز النهارده على مصر مقصه بثلاثيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. المباراه انتهت يعني منذ ساعات قليله، نادي الاهلي سجل الثلاثيه عن طريق مصطفى بهجت الهدف الاول، واضاف تاحة محمد عبد الفتاح الهدف الثاني، والهدف الثالث سجله عمر فتحي في الدقيقه 77. وافتكروا معايا الاسم ده، محمد عبد الفتاح تاحة، ده اللي احرز الهدف الثاني. محمد افتتح هو هداف بطولة 2007، ما شاء الله عنده 24 هدف، من الهدافين المميزين اللي يعني بينتظرهم مستقبل كبير مع النادي الأهلي. بعد كده عندنا مباراة الأهلي وفيوتشر 2001 في الجولة 25، لكن النهاردة جولة 26 كان موجود مباراة الأهلي وبيراميدز اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الأهلي وبيراميدز 1-1. ونروح نشوف دلوقتي الجولة 25 اللي انتهت بفوز الأهلي 1-0، نشوف هدف الفوز ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي ونشوف بعض أهداف فرق القطاع في الأسبوع السابق، وهنبتديها مع فريق شباب النادي الأهلي اللي واجه فيوتشر وفاز عليه في ملاعب الناشئين 1-0، واللي أحرز الهدف أحمد سيد غريب. نروح نشوف مع بعض الهدف. ده كان هدف فوز النادي الأهلي من متابعة جيدة من أحمد سيد غريب. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة. متربي في النادي الاهلي، انا عندي 8 سنين بلعب في النادي، عضو في النادي، متربي من العيله كلها عايشين في النادي، فمش كلمه بيتي دي مش كلمه ان انا جيت المكان، لا انا فعلا متربي في النادي، فطبعا اي تواجد ليا في اي وقت طبعا انا تحت امر النادي في اي وقت. خدت تجارب في الدوري الممتاز ورجعت مع فرقه اللي يعني طبعا هم قريبين قوي لقلبي، اشتغلنا قبل كده 3 سنين وكانت قدمنا نجاحات كبيره. فهو برضو نفس زي ما بيبقى عندك لعيب عندك ثقه فيه بيقدر يكسبك، هم كمان عندهم ثقه فيا، يعني المجموعه ان شاء الله باذن الله نحقق اللي هم بيتمنوه ان شاء الله. ما فيش تردد ولا تفكير، احنا المجموعه حتى اللي معانا يعني مع احترام لكل الانديه ما فيش نادي ما فيهوش لعيبه من النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي، سواء في القوام الاساسي او في القوام بتاع الفرقه كلها. فانت الولاد اللي موجودين هنا لو في نادي تاني هيلعبوا دوري ممتاز، بس هو قدرهم ان هم في النادي الاهلي، جماهير كبيره، اللعيبه اللي فوق كمان كواليتي بتاعها عالي جدا، لكن لو في اي نادي تاني ما هيلعبوا دوري ممتاز والدنيا سهله، مستواهم يعني يفوق لعيبه كتير في الدوري الممتاز. فهو ده اللي احنا اتكلمنا فيه، وان انت صدق ان انت تقدر، وصدق انك انت الامور سهله وهي يا دوبك خطوه، ولو ماتش لعبت يعني احنا كل كلامي معاهم يا فاروق كله نفسي وكله بس ان انا اشوف هدفك عشان توصل. كابتن شرف اضافه لاي فرقه واحنا عارفينه من زمان، والحمد لله هو ماشي معانا كويس، واحنا بنعمل اللي علينا، اللعيبه كلها رجاله، وان شاء الله الفتره اللي جايه كلها نكون رجاله، وان شاء الله الدوري لنا باذن الله باذن الله. طبعا احنا متعودين على كده، دايما بنلعب تحت ضغط، احنا من واحنا صغيرين لازم مكسب، مفيش حاجه اسمها تعادل بالنسبه لنا خساره، فدايما بنلعب تحت ضغط، وان شاء الله احنا قدها باذن الله، وان شاء الله اللي جاي كله مكسب باذن الله. نحمد ربنا على الفوز النهارده، والاداء ما كانش قوي، بس يعني في وارد في ماتشات كده المهم انك تكسب، المهم الاداء ما كانش قوي، بس الحمد لله عرفنا نطلع بثلاثه بونت، وان شاء الله نكمل وباذن الله ناخد البطوله باذن الله. بطوله الجمهوريه من ساعه ما اتعملت 2001 احنا بناخدها، فوارد ان في يحصل دروب، فرجعنا عارف يتعامل معانا نفسيا، اهم حاجه يعني كانت الفتره دي ان انت عامل معانا نفسيا، وقدر الحمد لله خلانا نخش في المود والاداء بتاعنا، والحمد لله اخر 5 ماتشات فوزي الحمد لله. طبعا انت النادي الاهلي اي حد يبقى جاي يلعبك بيبقى جاي يظهر نفسه، عايز يبقى مكانك، فانت كل الماتشات بتبقى بالنسبه لك صعبه، ممكن فرقه بتبقى تيجي تخسر، تعمل تخسر سكورات في ماتشات قبل كده، وتيجي قدامك انت تبقى اداء تاني وشكل تاني، فده قدرك انك تلعب في النادي الاهلي، فلازم كل ماتش
تاخده بجديه، وان شاء الله الفوز باذن الله في اللي جاي يعني. دي كانت لقاءات مع فريق شباب النادي الاهلي مواليد 2001. نروح بقى ل 2003 اللي بيفوز بمكسب كبير رباعيه على بيراميدز في ملعب الناشئين بمدينه نصر، وكمان مع المكسب اداء اكثر من رائع. نروح نشوف رباعيه النادي الاهلي في بيراميدز. رباعية النادي الأهلي في بيراميدز أحرزها أحمد أشرف هدف، وثلاثية هاتريك رأفت خليل. رأفت خليل ده اللي لعب مع الفريق الأول بالنادي الأهلي في كأس الرابطة، برضو ده من العناصر المبشرة الواعدة إن شاء الله لنشوفها في الدرجة الأولى قريبا. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة. حاجه البقاء لله وسبحان الله الدوام. طبعا زياد كان عنصر اساسي من الفرقه، كان لعيب اساسي وكان لعيب مؤدب ومحترم وما عملناش مشكله. انا بشكر الاولاد النهارده الاداء اللي هم عملوه في ظروف صعبه. الحمد لله كنا الشوط الاولاني مغلوبين 1 والشوط الثاني جبنا 4 تجوان الحمد لله. بشكر اللعيبه وبشكر كل الناس اللي واقفه جنبينا، بشكر كابتن خالد بيبو دخل بين الشوطين هداهم شويه، اقول لهم احنا عندنا ثقه فيكم ان احنا ان شاء الله هنكسب، وان شاء الله كسبنا الحمد لله. الحمد لله بشكر كابتن سيد غريب في المجهود اللي بيعمله معانا، وحاب اقول الله يرحمك يا زياد في الفتره دي وربنا يصبر اهلك يا رب. والحمد لله ده تالت ماتش ليا ضد بيراميدز، والحمد لله اول جون ليا واسيست لرفعت خليل. كابتن سيد كلمنا ان الشوط الثاني لازم من اول ما يبدا الشوط الثاني، في اول ما يبدا الشوط الثاني نضغط في اول دقيقه لحد اخر دقيقه والماتش ده بتاعنا. وكابتن خالد نفس النظام برضك طبق الكلام ده، والماتش ده بتاعنا ولازم نكسب الماتش ده، واللي جاي يعني افضل ان شاء الله باذن الله. اول حاجه الماتش ده يعني احنا مرينا بظروف صعبه قوي، الماتش ده هديتنا لاهله وهديتنا ليه عشان هو كان بيتعب معانا قوي، كان يعني كان اخ لينا كنا كلنا بنحبه الله يرحمه. واول حاجه الماتش ده كان يعني والفتره اللي قبليه يعني ما اتمرناش، كانوا يومين بس عشان كان في فتره صعبه قوي،
فالحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب يعني وناخد الثلاث نقط في يعني في بالذات ان هم بداوا وضاغطين علينا وكان في جون دخل فالظروف كانت صعبه بس الحمد لله يعني قدرنا نطلع بالمكسب. عملنا ماتش كويس واحنا طالعين من ظروف صعبه ويعني عملنا اللي علينا يعني النهارده وبنهدي ان شاء الله الماتش ده لزياد وكل ماتش جاي باذن الله. الحمد لله هو الشوط الاول احنا كنا ضاغطين بس هي النتيجه يعني بتاعت ربنا بس الحمد لله الشوط الثاني يعني قدرنا نعدل واحنا بنلعب لاخر دقيقه طبعا احنا السنه دي اكتر من ماتش مخلصينه بعد الدقيقه 90 الحمد لله يعني كرم من عند ربنا وان شاء الله الجاي كله خير باذن الله. التيشيرت ده احنا عاملينه لزياد من حبنا فيه طبعا والحمد لله قدرنا نكسب عشان زياد والحمد لله ان شاء الله الدوري كمان باذن الله. نروح ايضا لفريق 2005 اللي فاز في اللحظات الاخيره على وادي دجله بثنائيه، احرز النادي الاهلي الهدف الاول اللاعب فارس خالد والهدف الثاني عن طريق البديل يحيى احمد، نروح نشوف هدفي الاهلي في وادي دجله. نروح نشوف ايضا لقاءات ما بعد مباراه فوز الاهلي على وادي دجله بثنائيه مواليد 2005. متعودين من صغرنا ان انت بتلعب في الزائد 90 تعادل واثق في نفسك ان انت هتجيب جون حتى لو بتلعب في اخر دقيقه على طول واثق في ربنا واثق في نفسك ان انت هتجيب جون في اخر دقيقه. الحمد لله احنا كسبنا الماتش ده كان ماتش مهم قوي بالنسبه لنا ان انت تكسب عشان تقرب الفارق بينك وبين دجله والاتحاد والحمد لله الفارق بينك دلوقتي وبين الاول بقى نقطتين بس. احنا كنا محتاجين المكسب ده احنا كنا بنلعب فريق وادي دجله فريق كبير وفريق محترم هو فوقنا في الترتيب في الدوري فكان الماتش مش سهل خالص بس احنا كان لازم نكسب الماتش ده ومش قدامنا اي حاجه غير ان احنا نكسبه والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الماتش ده 3-1 ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم احنا مش قدامنا اي حاجه النهارده احنا نازلين الماتش لازم نكسب. الحمد لله طبعا على المكسب والاداء بشكر الكابتن خالد بيبو الاول عامل دور كبير معانا والكابتن شريف مش مقصر معانا في اي حاجه وبيتعب معانا جدا وثانيا بشكر اللعيبه رجاله قوي بتلعب بروح ومموته نفسها والحمد لله الماتش دجله فرقه محترمه وفرقه كبيره والحمد لله يعني خدنا 3 بونت وان شاء الله بنبص للي جاي واللي جاي احسن ان شاء الله. هو طبعا كان فوز مهم جدا وكنا محتاجينه والمستوى بتاعي ده دايما كده بسبب الكباتن والجهاز الفني ومدرب الحراس كابتن بهاء طبعا هو في تطور دايما معايا والحمد لله على الفوز كان فوز مهم. النهارده كان حاسس ان انا شويه شجعني وقال لي بلاش تقلق ده ماتش عادي زي اي ماتش مش انت اللي هتغيره وهو مكتوب عند ربنا النتيجه مكتوبه عند ربنا انا مش هغيرها ولا حاجه بس قال لي ركز ودايما خلي بالك من الكور العاليه. طبعا الفوز مهم وتعادل دجله كان فينا في الترتيب كان فارق 3 نقط كان لازم نكسب عشان ننافس على الدوري وطبعا النادي الاهلي بينافس على الدوري مفيش حاجه غير كده ولو ما خدناش الدوري في الاخر ولا كنا عملنا حاجه وتعبنا راح على الفاضي وطبعا الجهاز بيشتغل معانا من اول السنه على المكسب وعلى ازاي نكسب حتى لو احنا اليوم ده مش يومنا ولا اي حاجه بنكسب على قد ما نقدر والحمد لله كسبنا وطبعا وادي دجله فريق كبير وفريق محترم في وادي كولت كان فينا في الترتيب واحنا جبناه خلاص عشان كسبنا النهارده فالحمد لله على كل حاجه والحمد لله على الفوز بس لسه ما خدناش الدوري في الاول والاخر يعني ده ماتش من ضمن المتوشه يعني فاحنا لازم نكسب الباقي كله عشان ناخد الدوري. نروح لفاصل وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2006 بالنادي الاهلي. سامر عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق والمدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2006 ربما لم تبتسم له كرة القدم كلاعب كثيرة وتسببت الإصابة في غيابه عن الملاعب مبكرة
ومنعته من استمرار مشواره مع الساحرة المستديرة، لكن الإصرار والعزيمة والموهبة منحته السطوع كمدرب، حيث يقود فريق ومواهب الفريق الأحمر مواليد 2006 لصدارة بطولة الجمهورية. ولد سامر عبد الرحمن بحي المعادي الهادئ في محافظة القاهرة عام 1974، وقبل أن يكمل عامه 13 كان قد انتقل للأهلي من قطاع الناشئين بالمعادي بعد أن اختاره رمضان السيد خلال مباراة بين الفريقين، ليبدأ رحلة تألقه مع جيل جيد في القلعة الحمراء ضم أحمد سامي وهشام حنفي ومصطفى كمال وغيرهم. لم تكن الإصابة رحيمة به لينتقل إلى الشرقية للدخان مع مدربه الذي جاء به للأهلي وهو رمضان السيد، وخاض اختبارا قاسيا بعد إصابته بالرباط الصليبي تسببت في ابتعاده كثيرا عن الملاعب حتى بعد أن عاد لممارسة الكرة. انتقل بعد ذلك لغزل محلة مع مدربه السابق عادل طعيمة، ثم تجربة لمدة عام في الدوري الأمريكي، وعاد للعب في عدد من الأندية المحلية من بينها الألومنيوم، قبل أن يعود من جديد للولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتزل هناك وبدأ مسيرته التدريبية التي استمرت قرابة 5 سنوات. عاد من أمريكا ليبدأ رحلة التدريب في عدد من الفرق العربية سواء ناشئين أو كبار، خاصة بالمملكة العربية السعودية، فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض، وعاد الطائر المغرد مع بداية الموسم الحالي لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي، والذي يتصدر به بطولة الجمهورية ب48 نقطة بعد خوض 20 مباراة. سامر عبد الرحمن معنا اليوم ليحكي عن تجربته ورؤيته للناشئين ومسيرة فريقه ببطولة الجمهورية في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهاردة واحد من المدربين المميزين جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ماسك فريق 2006 ما شاء الله، عامل نتائج هائلة جدا، متصدر بطولة الدوري، وشغله هو اللي بيتكلم عنه. كابتن سامر عبد الرحمن منورنا. كابتن سامر الله يخليك. كابتن اسامه دايما ببقى سعيد بتواجدي معاك. في البدايه عايزين نتكلم طبعا عن منتخب مصر الناشئين مواليد 2006، وانت احد يعني اللي ليهم بصمه برضو على فريق 2006. ما شاء الله عندنا في النادي الاهلي 7 لعيبه في منتخب مصر: عمر كامل حارس مرمى، احمد محمد عبدين، هشام مصطفى، يوسف اسلام، عمر سيد معوض، والتوأم ابراهيم وحسام عادل. شفت منتخب مصر الناشئين وشفت ماتشاتهم ازاي؟ الاول طبعا اشكركم على الريبورت اللي يعني حكى القصه في عجاله، لكن ريبورت مميز جدا. اشكركم يا كابتن اسامه، بشكر الفريق الاعداد على الريبورت المميز ده. طبعا تابعت مباريات المنتخب، عندنا عناصر مبشره موجوده في المنتخب حوالي سبع لاعبين كلهم عناصر ان شاء الله تكون يعني مبشره في المستقبل للنادي الاهلي والمنتخبات. ادوا بصوره جيده جدا، معاهم مدرب مميز كابتن محمد وهبه، دول طبعا حسام وابراهيم توأم لعيبه مميزه جدا، ومعاهم بقيه زمايلهم. ادوا بصوره مميزه في المباريات البطوله. اعتقد كانوا الاحق بالفوز، فريق منظم، معاهم جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن محمد وهبه والكابتن مؤمن عبد الغفار والكابتن عصام عبده. اعتقد ان هم ادوا بصوره مميزه جدا جدا جدا، مع ان الاعداد ما كانش بصوره كبيره، ضيقه لكن ضيقة. ربنا كلل مجهودهم بالفوز بالبطوله. يعني ما ينفعش تكون معايا ولازم اسالك في حاجه مهمه، حاجه محيراني انا على المستوى الشخصي. كابتن سامر بيلعب حسام عادل راس حربه، كابتن محمد وهبه تلاقيه بيلعبه مساك ويلعبه رقم 6 وسط مدافع، ابراهيم عادل الاقيه مره بيلعب في نص ملعب، كابتن وهبه بيلعبه باك رايت. هل النهارده حته ان حسام بيلعب مهاجم في النادي الاهلي مدافع في منتخب مصر ممكن تشوش عليه بلغه الكره، ولا النهارده هو القماشه كبيره؟ اصل النهارده من مهاجم المدافع في جاب كبير، الحته دي برضو عايزك تفسرها لي. طبعا هي الفكره في الاساس بتغيير مراكز اللعيبه في السن المبكر. دي حاجه مميزه جدا ليهم حقيقة. والدليل ان كابتن وهبه لما بيجي حتى يختار الـ العناصر، لما بيلاقي مثلا حسام، ابراهيم، عمر، سيد معوض، في مجموعه بتلعب في كذا مكان، فبتسهل عليه المأمورية ان اللعيب ده يعتبر
باثنين وثلاث لعيبه لانه بيلعب في كذا مكان، فلما بيجي ياخد قائمه من 20 لاعب وعنده كذا لعيب بيأدي في كذا مركز، فطبعا دي بتسهل عليه. طبعا فكره ان انت بتغير مراكز اللعيبه مش بتيجي كده صدفه. يعني حسام بدا الموسم معايا في سيرد باك، لكن في خلال المباريات حتى لان انا بنلعب لينا طريقه لعبه معانا وشكل مهاجم ما شاء الله بيأدي فيها بشكل لينا شكل معين، فقدرت ان انت تكتشف وانت بتأدي بالاسلوب والطريقه اللي انت بتأدي بيها من بدايه فتره الاعداد ان هو عنده مميزات تقدر تشتغل في الجزء الهجومي. بدأنا معاه وطبعا مش فجأة، لكن بدأت اشتغل معاه وبدأت اشوف المكان اللي اقدر استغل فيه موهبته، لان عنده موهبه على المرمى مميزه جدا جدا. تعرضوا لنا شباب كده مباراه الاهلي والمقاولين اللي احنا زعناها هنا، كانت اخر مباراه للفريق 2006 وحسام عادل وهو بيحرز هدف من نص الملعب والهدف الاول للنادي الاهلي. فطبعا خدنا وقت، يعني حسام اشتغل معايا في الاول في الوينج وبعد كده لعبته 10. عنده مجموعه من المميزات في تقدر تستغلها في الجزء الامامي سواء في الوينج او في كمهاجم، والدليل ان هو جايب 12 جول كلهم جوال متنوعه بالراس وبالرجل بالرجل الاثنين واختراقات باسلوب وانفرادات، يعني عمل مجموعه من الاهداف تبين قد ايه عنده الموهبه في الجزء الهجومي. فالفكره ان يا شباب انتوا معايا ولا ايه؟ اهداف حسام عادل حضروها، طيب حضروها دلوقتي عشان يبقى احنا الكلام متسق مع الكلام الكابتن سامر بيقوله بالظبط. فمش حسام بس، كمان ابراهيم كان اساس مركزه بيلعب سته، بدات الموسم معاه في فتره الاعداد ان انا وظفته في مركز 10 لان بلعب بطريقه لعب معينه، فكنت محتاج يبقى عندي عدد في الجزء اللي قدام. شفت ابراهيم برضو عنده موهبه على المرمى، دي المباراه كانت شفت حسام عادل وهو بيلعب في مركز المهاجم وبيحرز هدف من الاهداف الحلوه كانه مكانه بالظبط، ما شاء الله القماشه والفكر عنده، بيلعب في اي مركز بيجيد فيه بشكل كبير. لا مش كانه، ما هو مكانه هو مكانه لا حتى لو رجعته مساك هتلاقيه كانه بالظبط برضه نفس مركزه، يعني بيلعب فيه وبيأدي فيه بشكل مميز. يعني هي الفكره ان انت يعني مش بعمل كده لاهداف شخصيه. انا مش من طبيعتي ان انا ببص للمكسب القريب او ان انا العب على البطولات بس، لكن انا ببص للنادي الاهلي، ببص لمستقبل اللاعبين في السن الصغير ده. فلما انت تقدر تساعدهم ان هم يادوا في كذا مركز، هم كمان مش بيادوا في كذا مركز بس، احنا كمان لعبنا بطرق لعب مختلفه. أيوة. السنه دي ده اللي لفت نظري في المباراه دي. المباراه دي مثلا انا لعبت بثلاث طرق لعب. ايوه اشرح لنا برضو ما شاء الله مع كل تغيير طريقه لعب وانت بتبتدي بيها الشوط الثاني وانت كسبان، اللعيبه عندها المرونه التكتيكيه عاليه جدا، تكتيكيه وذكاء داخل الملعب. عايز اقول لك يا كابتن اسامه الحاجات دي مش من فراغ. أيوة. احنا مش فجاه كده بيطلع في ده الهدف بتاع حسام عادل اللي كان من نص الملعب، هدف من الاهداف الحلوه، مش فجاه بيطلع في دماغنا او بنقرر ان احنا هنغير طريقه اللعب. فكره في الاساس فكره ان انت السن الصغير ده بالذات طبعا والسن الكبير، بس السن الصغير ده بالذات لما بتشتغل معاه بكذا طريقه لعب وبتشتغل معاه اللعيب يقدر يأدي في كذا مركز، انت بتفيد اللاعب وبتفيد ناديه وبتفيد المنتخبات. والدليل ان الكابتن وهبه هو نفسه عمل نفس اللي احنا بنعمله. يعني ابراهيم انا تابعت مباراه البطوله، ابراهيم لعب في 3-4 مراكز، حسام لعب سيرد باك ولعب مهاجم ملعب مدافع، فبيبقى دي ميزه ان عندك مدرب برضو خبره ومدرب مميز زي الكابتن وهبه، قدر ان هو يكمل زي ما احنا ما بنكمل شغل الناس اللي قابلنا في النادي الاهلي، الكابتن اسامه زكي والكابتن سيد غريب اللي كانوا ماسكين فريق 2006، واحنا في النادي الاهلي عندنا مدربين يعني على اعلى مستوى كلنا بنكمل بعض. كابتن محمد وهبه برضو اشوف ان هو من الذكاء والحكم ان هو اتصرف بخبره عاليه وقدر ان هو ما يقولش انا يعني هستمر على حاجه، لا قدر برضو ان هو يستغل اللاعبين اللي بيلعبوا في كذا مركز بالذات من عندنا في النادي الاهلي. يعني عمر سيد معوض لعب مهاجم معاه ولعب في اليمين ولعب في الشمال زي ما بيلعب معانا بالظبط، وده مهم جدا ان اللاعب يبقى عنده مرونه في الملعب انه يلعب في كذا مركز، دي بتفيده بشكل مش كبير. عايزين ننسب الفضل لينا، لكن ان الكابتن وهبه جه يعني كمل ورانا الشغل وقدر ان هو يشتغل مع اللاعبين دي بنفس الفكر، فدي حاجه مميزه جدا بشكره عليها. المباراه دي كانت مهمه جدا، المباراه دي يعني النادي الاهلي كسب المقاولين عنده في ملعبه وتصدر جدول المسابقه، صح كده؟
كان مهم جدا ان احنا نفوز بالمباراه المقاولين قبل التوقف. لان كان نزعناها هنا على الفرق على الفرق كان نقطه، واي حاجه غير الفوز المقاولين عنده مباراه زياده عننا، هيلعب مباراه واحنا هنريح، فكان كان يقدر يعوض الفرق، لكن احنا وسعنا الفرق لاربع نقاط. فكان مهم جدا ان احنا يبقى فتره التوقف تيجي واحنا عندنا فرق اربع نقاط. متبقي كم مباراه على نهايه البطوله؟ لسه حوالي 13 مباراه. لسه فتره يعني. لسه فتره، هنلعب في رمضان وهنلعب بعد رمضان. فطبعا بطوله صعبه، وزي ما قلت لك كابتن اسامه ما بيبقاش فكري في انا يعني لفيت وفي مجموعه خبرات كبيره جدا شفتها من خلال التجارب، يعني اسلوبي مش ببص ان انا بطولات حصد بطولات، لا انا بعد لعيب اللي يقدر يمثل النادي الاهلي ويمثل منتخبات، والحمد لله احنا في فتره قصيره لما سبع لاعبين ليهم دور مؤثر جدا مع منتخب 2006، فدي حاجه ده انجاز يحسب للجهاز الفني معايا طبعا كابتن سامر وقطاع الناشئين النادي الاهلي، يكون عندك سبعه في منتخب مصر ده حاجه وسبعه ليهم دور، بدايه من عمر كامل حارس المرمى لاحمد عبدين لابراهيم. احمد عبدين ده من اللعيبه اللي بتلفت نظري برضو لما زينا ماتشات هنا ومع كابتن محمد وهبه، الطول وعامل زي بدر بنون. احمد عبدين من يعني قبل ما نبدا فتره الاعداد كان كابتن خالد بيبو، طبعا بوجه له التحيه للكابتن خالد بيبو، عامل دور كبير جدا جدا في قطاع الناشئين. قبل ما نبدا الموسم قال لي انت عندك سبعه وعندك ست لاعبين في المنتخب، لو تروح تتفرج في مباراه وديه مع منتخب السعوديه، فروحت اتفرجت. عايز اقول لك ان احمد عبدين من الناس اللي لفتوا نظري جدا من خلال المباراه اللي انا شفتها، اللي هي لينا سيستم لعب معين، عرفت ان هو هيقدر يشتغل معانا في السيستم اللعب اللي بنشتغل بيه بصوره كبيره مع بقيه العناصر اللي كانت موجوده. في طبعا في عمر سيد معوض لعيب مميز جدا، عمر سيد ما شاء الله عليه في منتخب مصر في البطوله بتاعت شمال افريقيا يعني لفت الانظار، وايضا كمان في بطوله الدوري هنا ما شاء الله لفت الانظار برضه عمر عنده ميزه انك تقدر تستخدمه في الوينج باليمين والشمال، وتقدر تشتغل معاه مهاجم زي ما انا اشتغلت معاه في بعض المباريات اللي غيرنا فيها التكتيك اللعب. طبعا احنا بنغير يا كابتن اسامه التكتيك والشغل لظروف ان انت بتتحفظ، بيجي لك مباريات كتير، عندك تقارير كتير، فمنها ان انت برضو بتقدر ان انت بتحفظ الولاد كذا طريقه لعب، ومنها ان انت بتبقى سيستم اللعب بتاعك بيتحفظ، فبتقدر ان انت تغير. يعني في زي مباراه امبي لعبنا 4-4-2، لعبت بحسام وعمر سيد معوض اتنين مهاجمين، لان طبعا من اول مباراه في الدوري واحنا المباراه المحله اللي كسبنا فيها 5 الاهداف كلها نزلت في كل المواقع، فبيبان بالذات الاهداف في مباراه المحله دي كان باين قوي فيها سيستم اللعب. يعني من اول محتاج انك تغير، لان الاهداف كلها الخمس اهداف كلهم جم تقريبا بطريقه واحده، فكان باين ان ده في شغل تكتيك معين، فهتبدا تتحفظ، فلازم مع مرور الوقت ان كل ما يبقى في فتره توقف او تقدر ان انت تشتغل وتغير، بتحفظ طريقه لعب ثانيه وسيستم مختلف، وتقدر ان انت لو اجادوها فبتقدر تكمل بيها. زي مباراه المقاولين زي ما قلنا احنا لعبنا كذا طريقه بثلاث طرق لعب مختلفه، بدانا الاول ب 4-4-2 وبعدين غيرنا في خلال المباراه. التوأم حسام وابراهيم ما شاء الله الشبه يعني كبير جدا ما بينهم، حصل لخبطه في ماتش من الماتشات مثلا داخل بين الشوطين تدي تعليمات لواحد فطلع الثاني، اعرف ردك بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سامر ما تتلخبطش في حسام وابراهيم؟ في الاول كنا بنتلخبط بينهم، لكن بعد كده خلاص بقى بحكم كل يوم بنشوفهم فبدانا نتعرف عليهم يعني. خلاص يعني لا لا لا, لا لا دلوقتي خلاص. بعد مباراه الاهلي والمقاولين اخر مباراه وتوقف الدوري علشان بطوله شمال افريقيا، الفتره اللي جايه بقى اول مباراه عندكم مين؟ اول مباراه الاسماعيلي يوم الاثنين ان شاء الله، اسماعيلي في اسماعيليه. اسماعيليه عملنا معاهم الدور الاول 3-2، كانت مباراه قويه جدا. كانت مباراه قويه لان احنا كنا كاسبين 3 وبعدين هم رجعوا للمباراه وجابوا هدفين في حوالي 5 دقائق، فالمباراه اتصعبت شويه في اخر ربع ساعه، لكن حافظنا على المكسب الحمد لله. كويس. وحضرتك بتكلمني دلوقتي بتقول لي انك بتحفظ الولاد كذا طريقه لعب، مهم تربط طريقه لعبك بالدرجه الاولى والاسلوب، ولا برضو ممكن يعني تبدا تروح لاساليب وطرق لعب جديده تحفظها اللعيبه بتاعتك؟ والله لو هو ده سيستم النادي فطبعا بنشتغل كلنا، لكن في السن الصغير بتبقى يعني
انك تربط بالفريق الاول بتبقى صعبه شويه يعني ان انت تربط من بدري كده من 2006 بتبقى صعبه. احنا كمان الفرقه في اصابات كتيره جدا من اول الدوري وده اثر علينا في المنظومه الدفاعيه شويه خلى ان احنا يعني مش راضيين شويه عن مش راضيين شويه عن المنظومه الدفاعيه اللي دخل فينا اهداف برضو اشوف ان هي اهداف كتيره. احنا جبنا طبعا اهداف كتيره جدا حوالي 54 هدف لكن دخل فينا حوالي 20 هدف او 22 هدف طبعا اشوف دي نسبه كبيره جدا لكن دي بسبب ان احنا حصل لنا اصابات كتيره بالذات في خط الدفاع ابتداء من تقريبا نص الدور الاول فقدنا الظهير الايسر امير في الرباط الصليبي. امير ده من الباكات ليفت صح حاجه مميزه جدا باكليفت مميز جدا 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 وهيبقى من العناصر قرب يخف وينزل ولا لسه قدامه شهر؟ لا النهارده شفته في التاهيل خلاص يعني ان شاء الله قدامه شهر ويكون موجود. طب واحنا بنتكلم وتقول لي بعرف حسام وابراهيم بقى مين حسام ومين ابراهيم في الصوره؟ لا هو ده من رقم حسام من ارقام هو اللي على الشمال ابراهيم اللي على اليمين حسام. لا كده كابتن سامي رقصنا احنا بقى هو حسام كمان هيلعب هيفضل لابس رقم 6 وهو بيلعب مهاجم فعايزين نغير الرقم بقى يعني الرقم بتاعه محتفظ يلبس في المنتخب 6 ولما يجي معانا نلبسه رقم مهاجم لان هو بيلعب مهاجم رقم 6 بتبقى غريبه شويه وانت شوف بص الاهداف اللي بيجيبها يا كابتن اسامه. العلاقه بعد الاهداف يا كابتن سامر الولاد بتروح عليك بعد كل هدف الولاد بتجي لك تحضنك وتحتفل معاك علاقه حلوه جدا مع المدير الفني مع اللعيبه مهم جدا في السن ده العلاقه تبقى كويسه. السن ده بالذات التعامل النفسي اهم من الفن يعني التعامل النفسي في السن الصغير وانك تخلي الولاد يحترموك ويهابوك دي حاجه صعبه يعني. فيعني الاحترام متبادل وبتنشا بعدها طبعا العلاقه اللي انت شايفها دي ودي حاجه بتبقى حاجه كويسه جدا ان الولاد بيبقوا قريبين من المدرب مش انا بس طبعا هم قريبين من الجهاز كله من كابتن احمد رؤوف طبعا بحب اشكر معايا الجهاز فني واداري على اعلى مستوى كابتن اسامه كابتن احمد رؤوف المدرب عام مميز جدا 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 معانا برضو كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى من ولاد النادي وكان لاعب في الناشئين والشباب في النادي لسنين طويله معانا برضو الكابتن عمار الاداري دكتور احمد جبالة الدكتور مميز جدا 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 ومعانا طبعا محمد احمد المعد البدني والكابتن ابراهيم خاطر للتدليك فطبعا ان شاء الله انت بتقول تشكيله الجهاز كانك بتتكلم بالظبط عن فرقه في الدوري الممتاز مش في قطاع الناشئين ده يدل ان النادي الاهلي ولجنه التخطيط وقطاع الناشئين ما شاء الله موفرين كل الامكانيات عشان نجاح قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ده اللي بقوله يا كابتن اسامه طبعا كابتن خالد عامل مجهود جبار جدا كل الفرقه عندها جهاز كامل دكتور للفريق مش دكتور لفرقتين ثلاثه لا دكتور للفريق اخصائي التاهيل للفريق مدلك للفريق معد بدني للفريق ومعاك مدرب ومدرب الحراس فطبعا جهاز تحس ان فعلا زي ما تقول كابتن اسامه كل الفرق كده كل الفرق في جهاز كامل اداري فني طبي على اعلى مستوى. كبيره صراحه طفره في الملاعب كمان جوده الملاعب اتحسنت عن 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 الفتره اللي قبل كده في نظام في سيستم شغل القياسات كمان اللي بتحصل البدنيه بتبقى في قبل الموسم وعلى مدار الموسم بصفه مستمره وجود دكتور تغذيه يعني الحاجات دي مهمه جدا كل حاجه منظمه وفي البنيه التحتيه في النادي كلها البنيه الخاصه بقطاع الناشئين اشوف ان الكابتن خالد بيطور فيها بصفه دايمه اعتقد ان هو مع كمان المواسم اللي جايه هيعمل طفره اكبر واكبر يعني. كابتن سامر خبرات كبيره اهم المحطات اللي انت اشتغلت فيها برضو ما شاء الله في السعوديه فترات كبيره مع فرق درجه ثانيه فرق كبيره دي برضو اثقلتك واديتك خبرات كبيره. اللي اثقلتني في الاول في امريكا لان قعدت 4-5 سنين ورا بعض هناك احتكيت بمدارس مختلفه اوروبيه ولاتينيه. ده في امريكا؟ وفرق درجه اولى وفرق ناشئين وفرق براعم فدي في الاول اللي ادتني الانطلاقه من هناك انطلقت في مجال التدريب ودي بدايتي السعوديه طبعا اضافت لي بقى الكتير جدا 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 بحكم المسابقات المميزه جدا مسابقات كبيره منتظمه ملاعب على اعلى مستوى مسكت شباب وناشئين وفريق اول في دوري الدرجه الاولى هناك يعني المسابقات
بتدخل في بتحتك بمدربين بقى من جميع السعوديه من تونس والمغرب ومن اوروبا ومن فمن جميع انحاء العالم بتحتك بمدربين. مباراه صعبه جدا جدا جدا. فطبعا السعوديه من استفدت جدا جدا في حوالي انا قعدت حوالي 10 سنين يعني ما شاء الله فتره كبيره في في النص بس جيت سنتين فريق 2002 في النادي الاهلي من 4 سنين والسنه دي مع 2006 موسيماني زاركو السنه دي في زياره كانت حلوه خاصه طبعا زارك قطاع الناشئين لكن زياره خاصه لفريق 2006 واجتمع مع اللعيبه في غرفه المحاضرات واتفرج على مباراه كامله. اهم انطباعات موسيماني وقتها كانت ايه؟ ادى دفعه معنويه جامده جدا 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 للاعيبه القطاع الكام يوم اللي جه فيهم يتابع التدريبات والمباريات بالذات فريق 2006 واتفرج لنا على مباراه. كنا متاخرين في المباراه دي وبعدين تعادلنا وفوزنا فطبعا هو اثنى على ان الفريق في السن الصغير اثنى على الروح والاداء ان الفريق يقدر يرجع للمباراه بعد ما كان مهزوم واثنى على اداء كذا لاعب وقف اتكلم معاهم واشاد بيهم. يعني بتشوف ازاي ان المسافه بقت قريبه؟ المدير الفني موجود عندكم في قطاع الناشئين بيتكلم مع اللعيبه بيتفرج على مباريات ده لا ده كمان عدد كبير من قطاع الناشئين النادي الاهلي مواليد 2001 و2003 بيلعبوا في كاس الرابطه وبيلعبوا اساسيين وبيلعبوا المباريات كلها يعني 2006 ممكن نشوفهم السنه الجايه ان شاء الله. فرق كبير جدا جدا يا كابتن اسامه عن زمان يعني انا من اولاد النادي انا لعبت في النادي يعني حوالي 10 سنين في الناشئين. الدنيا دلوقتي اسهل بكتير انك تتشاف بحكم الميديا والمباريات الكبيره اللي بتتذاع وانك بيتابعوا مباريات الناشئين بصوره دايما فاعتقد عندهم فرص كبيره جدا جدا للظهور اسهل بكتير من فترات سابقه فاتمنى ان الولاد في النادي يستغلوا الفرص دي ان شاء الله. ما ينفعش تكون معايا وما نتكلمش عن المباراه المهمه يوم الجمعه منتخب مصر والسنغال. شايف المباراه دي ازاي خاصة مباراة صعبة مباراة مش سهلة مباراة من شوطين الشوط الأول في مصر الشوط الثاني في السنغال. أهم ميزة في مباراة السنغال يا كابتن أسامة إن إحساس الفريق المنافس إن هو الأقوى فطبعا دي بتديله ثقة فالثقة دي بتنعكس على الأداء بالذات الهجومي فتلاقيهم منتشرين هجوميا بصورة مبالغ فيها الأدوار الدفاعية بتبقى قليلة بحكم إن أنت حاسس إن أنت الفريق الأقرب للفوز فدي اعتقد ميزه المفروض احنا نستغلها احساسهم ان هم الاقرب للفوز اعتقد ان احنا المفروض نشتغل على النقطه دي بالذات. احنا معروف عننا على طول ان احنا بنبقى فرق منظمه منتخب مصر بيبقى منظم والدليل بطولات 6 و8 و10 اللي خدناهم كان في جيل مميز جدا من اللعيبه لكن بخلاف ان كان جيل مميز ان احنا كنا منظمين تكتيكيا جدا اعلى من المنتخبات الافريقيه فدي فرقت معانا. اعتقد المباراه دي هتفرق فيها التنظيم زي مباراه كاس الامم لما لعبنا ضد السنغال التنظيم هيفرق جدا جدا احساسهم ان هم اقرب للفوز اعتقد ان هيبقى في ثغرات في خطوط الدفاع نقدر نستغلها اعتقد لو استغلنا دي بالسرعات اللي موجوده بحسن كمان اداره المباريات والتغييرات من المباراتين من كارلوس كيروش اعتقد ان احنا ممكن نعمل نصعد باذن الله. وانت مدير فني كبير يا كابتن سامر يعتبر كل المراكز محسومه كل المراكز معروفه الا وسط الملعب ده اللي عليه كلام كتير يا ترى كيروش يلعب بثلاثه في نص الملعب زي ما كنا بنشوف كاس الامم السلية النني ممكن حمدي فتحي فهو ده الشكل ولا ممكن يلعب باتنين وممكن يبقى قدامهم مجدي قفشه ونزود النواحي الهجوميه خاصه انت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك عايز تكسب هنا علشان تروح هناك يعني تبقى الامور اسهل وافضل. اعتقد المدير الفني بيبقى مستقر بصوره كبيره على الطريقه اللي هيلعب بيها هو ما اعتقدش انه هيغير هو بيلعب بطريقه مش هيجي فجاه يغيرها لان الوقت بيبقى محدود جدا انه يقدر يحفظ طريقه لعب جديده او يغير التكتيك وهو بيلعب بالتكتيك ده لظروف معينه عشان يدي مساحات اكتر حريه اكبر للثلاثه اللي بيتحركوا قدام. يعني انت من رايك يلعب بثلاثه في نص الملعب الثلاثه اللي شفناهم في كاس الامم كان السولية كان حمدي فتحي كان النني يعني ده الشكل الاقرب يعني هو الطريقه بقى الاداء جوه الملعب هو هيلعب هنا ازاي وهيلعب هناك ازاي ممكن بنفس الثلاثه يدي حريه حركه شويه للاثنين اللي قدام اللي هيلعب سته اللي هو حمدي فتحي ممكن ياخدوا ادوار هجوميه اكبر او ادوار يبقوا سبورت اكتر للثلاثه اللي قدام بصوره اكبر. هو حمدي فتحي اللي بيلعب قدام الاثنين المساكين هو اللي ثابت وعندك النني وعندك السوليه ممكن ليهم الانطلاقات يعني لو هو عايز يحسن من الشكل الهجومي اكتر فممكن يبدل بالاثنين دول
بحد ليه قدرات هجوميه اكبر بيشوط مثلا زي زيزو او امام عاشور. المجموعه اللي قدام هو لكن سته هيفضل ثابت زي ما هو، اللي هو حمدي فتحي والاثنين التانيين حسب هو عايز يوصل بالمباراه لايه. ممكن انا يقول انا بلعب على مباراتين، مباراه هنا ومباراه هناك، ما يبقاش فيه دفاع هجومي، العب يعني على الاخطاء. انت متوقع انه ما يبداش من البدايه بضغط عالي؟ لا يعني برضو يبقى عندك تحفظ بعض الشيء عشان ما تتلطش بهدف. مش تحفظ، هو مش هيغير السيستم اللعب والاداء ولا الطريقه. يعني اعتقد بصوره كبيره جدا جدا انه هيفضل محافظ على نفس التشكيل والاداء والطريقه، مش هيغير خالص في بالذات في المباراه الاولى. المباراه الثانيه ممكن يستغل بقى الدفاع الهجومي للسنغال ويستغل يلعب بطريقه ثانيه، لكن اعتقد المباراه الاولى هيفضل محافظ على الشكل اللي نهى بيه البطوله الامم الافريقيه. المركز الثاني برضو اللي عليه كلام لسه ما اتحسمش بنسبه 100%، على ما بنتكلم على الشناوي خلاص حاجز مكانه، الونش حاجز مكانه، وعبد المنعم حاجز مكانه، فتوح وعمر كمال والثلاثه بتوع وسط الملعب اللي حضرتك قلتهم، محمد صلاح، مصطفى محمد، لكن يتبقى مرموش ولا تريزيجيه، مين ممكن اللي يبقى الافضليه ان يبتدي المباراه هنا في مصر؟ حسب قناعاته، لو هو شاف تريزيجيه وتابعه الفتره اللي فاتت وشاف ان هو اتطور ورجع لفورمته اللي كانت قبل الاصابه، فرق كبير جدا جدا بين تريزيجيه وعمر مرموش لصالح تريزيجيه، فاعتقد ان لو تابعه كويس وهو فعلا رجع لفورمته اعتقد تريزيجيه يبقى اقرب لانه يبدا. يعني تتوقع ان شاء الله المباراه اللي في مصر تخلص كام كام؟ يعني 1-0 لمصر ان شاء الله، نقدر نحافظ على الهدف هناك ونقدر ما تفتح ثغرات في دفاعهم، نقدر نجيب جول كمان هناك، فاعتقد ان شاء الله لو خلص 1-0 هنا هنبقى اقرب للصعود ان شاء الله. ان شاء الله، بس خلي بالك 1-0 هنا برضه لسه مباراه الشوط الثاني والمباراه الثانيه برضه الامور فيها صعوبه، لكن يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كروش يبقى في يومه زي ما بنقول، اللعيبه تبقى في يومها، كروش يبقى في يومه بالتشكيله والتغييرات بتاعته. ما هي المباريات دي بقى حاله اللعيبه، حاله أيوة. اللعيبه كانت جيده هنا وهناك، ان شاء الله نقارب للفوز باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراه المهمه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن سامي. شكرا كابتن اسامه، ودايما ببقى سعيد معاك يا كابتن. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق لفريق 2006 خلال الفتره اللي جايه، واجيبكم ان شاء الله ونحتفل بيكم هنا بعد بطوله الدوري وانتم فايزين بطوله الدوري ان شاء الله كالعاده. يعني ان شاء الله. اشكرك كابتن اسامه. شكرا كابتن. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيفي الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2006. نشوف حضراتكم على الف خير الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.